أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: بعض الناس يا شيخ له بنات 9 سنوات وعشر سنوات ويتساهل في لباسهن اللباس الشرعي، وعندما ننصحه بأن هؤلاء يعني حريم وكبيرات يقول: أنتم معقدين، هؤلاء ما زلنا في سن الصغر. واجب على الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا على أحكام الشريعة وعلى العفة والحياء، واجب عليه ذلك لأنهم رعية بيده وهو مسؤول عنهم، صاحب البيت راع مسؤول عن رعيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يربى الصغار على المخالفات الشرعية لا في اللباس ولا في غيره، بل يربون على النزاهة والعفاف والحياء واللباس المحتشم ينشأ عليه ويألفوه وينفر مما يضاده. وليس هذا من باب التعقيد كما يقول هذا المنقول عنه، أحكام الشريعة ليس فيها تعقيد ولله الحمد، بل هي تيسير ورحمة للأمة. الذي ينكر المنكر واجب عليه ذلك، والذي يوجه واجب عليه ذلك، ولا يوصف بالتعقيد، إنما يوصف بالتعقيد من يريد الانحراف بالأمة وبأولاده عن الجادة الصحيحة. نعم.